توجهنا للمحكمة بطلب التحضيري. احنا قلنا انه عندنا معطيات متعلقة باغتيال الشهيد، عددنا منها مجموعة كما معطيات متعلقة على ببوعياد، معطيات متعلقة بمحمد العوادي وبكر حكيم وغيرهم. توجهنا من المحكمة وطلبنا منه انه تحجز الوثائق الموجودين في وزارة الداخلية، سواء في الغرفة السوداء ولا في الاربع صناديق اللي تم تسليمهم بشكل قانوني، وهو طلب رئيسي. نعتقد انه لابد انه المحكمة تقوم به باش نجموا نخدموا مع بعضنا من بعد. لكن احنا شبه متأكدين انه ضغط كبير تسلط على مجموعة من اعوان الامن، والضغط هذايا كان هدف منه اقناعهم بضروره تسليم الغرفه على الاقل، او فتحها باش ينجموا يدرسوا شنو الوثائق اللي اختير عليهم ولا مش اختير. والضغط هذا احنا نعرفوه تسلط حتى على بعض الشهود، كنا ذكرنا منه عبد الرحمن الحاج علي اللي هو احد الشهود الرئيسيين في الملف هذايا، وكان امضى على وثائق تثبت وجود الغرفه السوداء. تسلطت عليه هو في التقاعد اليوم، ربي يطول في عمره، تسلطت عليه جمله من الضغوطات اللي نعتقدوا انه الهدف منها هي معناتها محاوله ثانيه على انه يدلي بشهادته وهي شهاده حق. المحاكمه ذي تتم في مناخ يتميز بالكشف، كشف هيئه الدفاع عن الشهيدين، كشفها لجمله من الوثائق اللي حول الجهاز الخاص التابع لحركه النهضه. وفي الاطار هذا اعتقد وان العمليه الجبانه اللي تمت البارح، العمليه الارهابيه تمت البارح، زيد تاكد مره اخرى حاجه تونس باش يتعمق البحث في كل هالمظاهر هذه اللي متعلقه بالارهاب بما فيها الجهاز الخاص بحركه النهضه. ولهنا نحب نقول كلمه انه كل الشطحات الغنوشيه تاع نهار السبت ما تعفيش حركه النهضه من الاجابه عن اسئله محدده.